والله صدق عالم ده. عزيزي الشيخية نسب إلى الشيخ، لا عزيزي السيد الخميني ما درس عند السيد الخوي، السيد الخميني ما درس عند السيد الخوي، السيد الخميني عندما جاء إلى النجف كان مرجعا للتقليد، كان مرجعا للتقليد. عزيزي الشيخية منسوبين إلى الشيخ أحمد الأحسائي، ولذلك ساعة يسمونه شيخية ساعة يسمونهم أحسائية، لأنه الشيخ أحمد هو من الأحساء، من منطقة الأحساء في السعودية. هذا الرجل الشيخ أحمد الإحسائي كانت عنده بعض الآراء المخالفة لآراء العلماء، ووقع معه خلاف كبير في قضية المعاد الجسماني، وأنكر وجود معاد جسماني، أنكر وجود معاد جسماني، فلذلك أقيم له مجلس وتم الحكم بكفره لأنه أنكر المعاد الجسماني، وهو أول عالم يقام له مجلس من علماء عصره ويحكم عليه بمثل هذه القضية. عزيزي الشور هذه قضية فقهية يرجع بها للفقهاء. من الأعلم العلامة الحلية من السيد الخوي والسبب؟ السيد الخوي لأن عنده ما ليس عند العلامة،